هلا والله الشباب البنات، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله زينين. واليوم رجعنا لكم بطريقة او ثقة جديدة اكتشفناها. مثل ما تعرفون ذاك المقطع اكتشفنا انه نقدر نشاهد مقطعين بعد ما نسوي تسجيل دخول اليومي برنامج الامينة. اليوم راح نقدر نشاهد 3 مقاطع او 3 اعلانات حتى نكسب بهن قروش. شنو راح تكون هاي الطريقة؟ راح تنزلون التطبيق اللي ينسخ الامينو، تمام؟ هذا اللي بصف الليكوباتشا، هذا النسخة الاولى. بعدين تنزلون نسخة ثانية، تمام؟ هذا بصف الابوذيات، تمام؟ تنسخون كل امينو الى نسخة، صار عندكم 3 نسخات، تمام؟ نسختين، والنسخة الأصلية صارت 3 نسخات. تاحون عندك هنا أنا حسابه هذا رئيسي مثل ما جاي تشاهدونه، تمام؟ وهنا أيضا بالنسخة تسوون تسجيل دخول وتضغطون على القوش وتظلون على مكان اللي الشاهد منه المقطع فقط، والنسخة الثانية كذلك، تمام؟ مثل ما جاي تشاهدون. ندخل على النسخة. طيب هاي النسخة قدامكم، تضغطون على القوش وتظلون تروح على على أول واحد. طيب بعدها ندخل على الرئيسي. هسا انا بذاك بذني كان نسختين، داخل على مكان مشاهدة الاعلان وظال، يعني معلق على مشاهدة الاعلان، تمام؟ بعد ذلك راح نروح على صار عندنا الحين 3 اماكن. مكان هذا المكان الثاني، ما عليكم اذا اقول لك لقد تم تسجيل الدخول الى جهاز اخر، عليكم. تمام، نجي هنا على اول نسخة مثل ما علمناكم. اول ما تدور على الصورة تجون هنا بطاقة الحظ، بعد ذلك مشاهدة اعلان، تمام؟ بعد ما نشاهد الاعلان الاول نروح نخلي ايدينا على علامة الخطأ، اعتقد ما راح اقدر اخذ هذا الاعلان. اوكي قدرنا ناخذه، تمام، حلو. هذا المقطع الثاني من النسخة الاولى. طيب بعد ما نعمل خطأ نوع على هذنيتش النسخ نعطيهن رأسة، نعطيهن قبل نعطيهن تسجيل حتى لو معلق الجهاز، يعني إذا ما أعطيته قبل تسجيل راح تفقد الإعلان، تمام؟ هسه شاهدنا إعلان يقصان 67، زين. نو على هذا النسخة تعطيها أيضا قصات من ما صارت ما ادري. اوكي يا الله همزين صارت، الله الجهاز ما انا معلق فصارت، والنت همين ضعيف فساعدني كلش، كل ما يعني ضعف النت مالك كل ما استفاديت من هاي الثقة. شفتوا انتم هسه ايش قد حصلت، تمام؟ انتم كل اللي عليكم تسوونه. اوكي كل اللي عليكم تسوونه ان النسخة الرئيسية تجون هنا، تمام، على الملف مالكم تسجيل دخول يومي، زين. قبل لا تسوون تسجيل دخول يومي عندكم هنا 3 نسخ. اوكي النسخة هاي تخلي بس على مكان محفظتي،
تمام، بس مكان محفظتي، مكافأة اليومية عليها تخلي. النسخة الثانية همين تمام على مكان محفظتي، بس النسخة الأولى نسوي بها تسجيل عادي، ومثل ما علمتكم ذاك المقطع انه تسوون تسجيل يوم وتاخذون اعلانين تمام. هسه انا هنا خذيت 4 اعلانات، تسجيل يومي بالحساب الاول وشاهدة اعلان من بعد ما اعطونا البطاقة حظ، وبعدين خذيت اعلان من نفس الحساب تمام. بعدين رجعت وهذا نخليه مع التعليقات، اول ما دخلت على التعليقات ضغطت على الاعلان تمام. ولهنا نكون وصلنا لنهاية الشرح، اتمنى انه تستفادون من هاي الثقة. صح انه اكو بيها ناس ما حصيعتهم، بس هي الصيد دائما، انا دائما اسوي هاي الثقة، ومثل ما تشوفون هالستم شفت بعينكم انه شلون صارت الثقة ونجحت وياي. حتى لو الجهاز معلق لما تدخل على النسخة، المهم ان انت تظل تضغط على المكافئة منها لحد ما الجهاز يستجيب للمس مالك. اتمنى انه الثقة هاي تعجبكم، واكو ثقة جديدة انه تقدر اذا عندك جهاز ثاني تمام تنزل البرنامج بالجهاز الثاني وتدخل ايضا على مكان القوش، هيك راح يكون افضل واسهل لك من تجيب جهاز ثاني تدخل على مكان القوش. الجهاز الاول اسوي به تسجيل عادي، بعدين تاخذ اعلانين من الحساب هذا اللي هنا، اما بالحساب الثاني اللي بجهاز الثاني تاخذ من اعلان ويصير عندك 3 اعلانات تاخذ باليوم. اشوف انه الطريقة هاي انه ما تاخذ 3 اعلانات افضل من ما تاخذ 4 اعلانات، لان يجوز اجهزتكم ما تتحمل. اتمنى انه هذا الشاحن تستفادون من عتن، لان جاي يشوف بالاوان الاخيرة انه كثرة طلبات القوش، احسن ما تطلب قوش او تنحضر من قبل القادة او يسوون عليك بلاغ، فسوي هاي الثقات واكتسب بيها قوش راح تستفادون منها اكثر. اتمنى الشاحن يكون عجبكم. بيس اوت، كانوا معاكم اخوكم حدو بطل العدالة، مع السلامة.